رجع لي بعد احنا دولة ديال المؤسسات، سمعت احنا دولة ديال المؤسسات وكنحترموا القانون والاغلبيه الزملاء كلهم عندهم جواز، ولكن هذا اجراء مدوم هو غير دستوري، والدستوري هو اسمى قانون في البلاد. فهمتيني؟ لا اسمى قانون في البلاد، سمعتيني؟ كيعرف سي موطا في قلبه. وبالنسبه لنا حنا كنحترموا القانون. انا حنا كنعترفوا به هو جواز السفر فقط، باش تدوز لنا الجواز ديال التلقيح كذلك كتحطوا بيننا وبين الدوله واحد الحدود. حنا بالنسبه لنا هذه البدله هذه لبسنا سيدنا الله يسره، سمعتيني؟ وكل كيدافع على الحق، وحنا بهذا الحق اللي احنا وصلنا ليه كنقول احنا دوله المؤسسات بينا، احنا كنعطيو واحد الصوره للغرب كيشوفوا احنا المغرب كيحترم القانون. وقفه، احنا بالنسبه لنا ما كاين لا تهجم لا والو، كنحترم القانون. اغلب هاد الموظفين كلهم بما فيهم هو واقفين دابا الامن تمام غير راضي على الجواز، لان داك حق دستوري انا بالنسبه لي حق ديالي لو كور ديال الجسد ديالي حتى واحد لا الجسد على المواطن، لا على المواطن وعلى الموظف، ولكن مغلوب على امره. احنا بالنسبه لنا كدفاع كندافعوا على هاد الناس، هاد الشرطه، وعلى بالنسبه للقضاة، على بالنسبه للنواب، كلشي غندافعوا عليه، لان القانون عطانا الحسن تلي الله يرحمه قبل ما يموت كنقول لهم الا ما كنتش ملك غنكون انا محامي. الا ما كانش المحاماه كتادي الرساله ديالها لا داعي باش نلبسوا هاد البلاد هادي. احنا ما كنحرجوا حتى شي واحد، احنا كندافعوا على القانون فقط، لان لو وقعت شي حاجه انا الذات ديالي عطوني ضمانات بان هاد الذات اللي غنتلقاها ما توقع لها حتى شي حاجه. الفاكسان الاولى درتها، الثانيه اثرت عليا باش ندير الثالثة، ما نقدرش ما مستعدش ندير الثالثة. وبالنسبة لنا حنا كالدول الغربية أغلب فيهم ما بغاش يدير التلقيح ومتخوفين منه، لأن عطيني ضمانات، لأن الثالثة غنمشيو الرابعة والخامسة وما عندهمش فين غيوصلوا. لهذا حنا الله يخليك بالنسبة للجواز التلقيح هذا إجراء غير قانوني وغير دستوري مخالف للقانون، وحنا دولة المؤسسات كنحترموا القانون. كنحترموا القانون والقانون يعلو ولا يعلى عليه. لا يطبق، لا ما كاينش حنا حاضرين ولكن بالنسبه لي حنا حاضرين ولكن حاطين لنا هامه. ها هو السبب. انتم كيف الاستاذ قال لك القضيه دخلات هو القضيه دخلات. حنا ما بغيناش تشوف، حنا ما بغيناش ندخلوا مع شنآن مع ذوك الناس، لان حتى هما ما راضينش. غير حنا بالنسبه للقانون عندنا الحق نديروا الاضراب نتوقفوا، وهما ما عندهمش الحق. كذلك مثل الناس ديال الامن ما عندهمش الحق، حنا القانون عاطينا الحق نوقفوا، سمعتيني؟ وكندافعوا على الممكنين، لان يعني الممكن دابا كيعيط ليا انا هنايا وتيقول لي راه غنحضر، تيقول لي سير حضر وقول لي التمس اجل، هذه التمس اجل، الدوله فين غتوصل؟ اذا الملفات تقريبا 1000 ملف تاخر، فين غنوصلوا؟ غنوصلوا هبطوا لاشيت، لان احنا بالنسبه لنا كاين تعليمات باش نسرعوا المساطير، ماشي باش نعرقلوها، وهذا كيعرق المسار الديمقراطي ديال المغرب. واش غنقول لكم انا؟ إذن واحد النقطة أخرى بالنسبة للمواطنين اللي عندهم مشاكل في المحكمة، الجلسات ديالهم، كاين الناس اللي ربما كينتقلوا من مدينة لمدينة. أشوف الشريف كيتنقلوا وكيجيو، وبالنسبة للمكينين راه كاين عندنا مكينين أجانب، كاين مغاربة، كاين يهود مغاربة كنوبوا عليهم، وما تيقدر إذا شي حاجة يقول لا تكون بجنبي، تكون بجنبي، علاش؟ عندنا كاين الضمانات، ضمن عليه الدستور وحنا كنضمنوا عليه، كنقول لك حنا محاكمة عادلة، باش هما يحضروا ويقول لك حنا ما نقدرش، تيقول لك ما نقدر ما نقول حتى شي كلمة إلا ما كنتي بجنبي. باش غندافعوا الحق باش غنوصلوا. لهذا الله يخليك هذا اجراء غير قانوني، وحنا بالنسبه لنا حنا كنطالبوا بالسيد الوزير اللي هذا الاجراء هذا انه يتراجع عليه، لان كيمس المنظومه كامله كيمسها، ماشي حنا، المنظومه كامله ديال العداله كيمسها. الا كنا نطبقوا القانون باش ندخلوا للمرفق العداله، راه ما يمكنش لي نطالب لداخل بانني نطبق قانون على المؤازر ديالي، راه لا يعقل، ما يمكنش باي وجه. انا داخل باللا قانون وقبلت اللا قانون، ونجي نقول لهم السيد الرئيس طبقوا قانون على هذا السيد، كنضحك على راسي وكنضحك عليه، كنمثل عليه. حنا اللي دينا الا بغينا نخدموا ولا كنديروا شي رساله كنديروها كيف ما ادينا على القسم قدام الله سبحانه وتعالى قبل ما اديوها لهم هما. راه اديناها وبقينا محتارمينها، مشكلتهم هما اللي ما احترموهاش، هما اللي ما احترموش الرساله اللي كيديروا، هما اللي ما احترموش القانون اللي كيطبقوا، ودايرين شي حاجه غير قانونيه ما عندها حتى علاقه بالقانون. تولي السلطه اللي ما عندها حتى علاقه بالتشريع تولي كتشرع في الوقت اللي كانوا المحامون سنوات الجمر والرصاص اللي ما كان حتى واحد فيهم يقدر يهز راسو، ما كانش كيقدر يعطس الا باذن. وكنا كندافعوا على من اجل استقلال السلطه القضائيه، واستقلت السلطه القضائيه وبفضل المحامي. نهار اللي استقلت السلطه القضائيه كان وزير العدل كان محامي، وتجيو دابا وتردوا الجميل للمحامي بانك تمنعوه باش يدخل المرفق العداله في الوقت اللي الموظفين دابا دخلوا ثلاثه الموظفين، خرج لي موظف واحد وما دخلوش ما مدوش لي جواز، وواحد مدوا لي في التليفون ما وراش الكارت ناسيونال ديالها، كتقول لي طبق لي الجواز وريني دير القانون ديالو، ما اللي باغي يطبق القانون.
فرض تلقيه، فرض حنا ماشي ضد الاجراءات الوقائيه الاحترازيه، حنا الاولى كنا في خط الموت ملي كان كلشي مخزون في داره، وكنا خارجين وملي كيعيطوا لنا نجيو نخدموا خصنا نجيو نعديو الرساله ديالنا، وجينا واديناها، والوقت اللي تنفست الوقت جيت ردوا لنا حنا تعاملوا معنا بهذه الطريقه، ولاو كيحاربونا في القوت اليومي ديال ولادنا، ولاو كيحاربونا في المكاتب ديالنا، في خدمتنا، التشريع اللي جا كيكسكلو المحامي يحيد المحامي منها. واش باغيين تحيدوا المحامي وقولوها الا كنتوا رجال اللي كنتوا قد بصح قد المسؤوليه قولوا نحيدوا المحاماه وديك الساعه دير اللي بغيتي، اما تقول لك لا جيو تردونا حنا دي ماريونيت جيو اجيو مثلوا معنا بانكم نتوما كاينين وحنا غنمثلوا انك تطبقوا القانون، لا ما تدوسش علينا حنا والا نمشيو نحيدوا هذا البدال، راه ملي ادينا البدال حتى واحد ما غينعس معايا في قبر، ملي اديت البدله ملي اديت القسم اديته باش ندير المهنه ديالي بما يرضي الله وكيف ما يفرض عليا القانون مع احترامي للمؤسسات هما كيما احترمنا هاد الناس منعونا هما مقتنعين هما حنا الاول وحدين كندافعوا عليهم، ومع ذلك ما اصطدمنا معاهم ما احترمناهم بكل كيف ما يجب، ولكن للاسف اللي كيطبق القانون ما احترموش، الضابط كيقول لي منعنا تعليمات من وكيل المالي، وملي كيخرج الموظف كيدخل بجواز للاسف شيء ينداله الجبين، ملي كيولي الموظف حتى هو يدخل بحال هاد المساله هذه راه لا حول ولا قوة الا بالله، واش باغيين نصطادوا باغيين يصطادونا وباغينا نصطادوا مع كتاب الضبط ومع القضاة ومع البوليس، إذا اشنو الهدف من وراء هذا الشيء؟ أنت كمل من راسك، المواطن اللي عرف اش هذا الشيء اللي كاين، حنا للأسف هذا الشيء وصلنا ليه ولا كارثي، ما تبقاوش تطلبوا من المحامي شي نهار شي حاجة اللي فوق طاقته، ما تبقاش تسنى منه شي حاجة اللي ما كايناش،